اسمعي يا ستي، اهو كل يوم يطلعوا لنا بدراسة شكلي. خير يا راجل، ضحكنا معاك. بيقولك في دراسة حديثة أكدت إن 10% من الأزواج بيبوسوا زوجاتهم قبل ما بينزلوا بالبيت. دول ناس محترمين ومتربيين، وبعدين أنت مستغرب كده ليه؟ يا ستي لا مستغرب ولا نيلة، وبعدين سيبيني أكمل بقية الخبر. كمل يا أخويا. نفس الدراسة أكدت إن 90% من الرجال الباقيين بيبوسوا المنزل بعد خروج زوجاتهم منها. والله عجبتك أوي كده؟ على الآخر يا حاجة. طب غير الموضوع ده وخشلنا في موضوع تاني. ماشي يا حاجة، ليكي في الفوازير؟ طيب شغالة يعني. طب اسمعي يا ستي، ما هو الشيء الذي لا يزف الماء؟ طب انت بتضحك ليه دلوقتي؟ انت بتغزني يعني على الموضوع اللي قبل كده؟ لا ابدا، افتكرت نكتة بس يا ستي. خلاص مش هضحك اهو، مش هجاوب غير لما تقفل الشباكين المواربين دول. اهو يا ستي، حلو كده، يلا جاوبي. طب قولي سؤال تاني. ما هو الشيء الذي لا يذوب في الماء يا حجة؟ الخيال، لانه متعلق في الجو. غلط يا حجة، وبعدين انا لو ندهت عيالك هيعرفوا يجاوبوا عليها. ما انا عارفة ان هم هيعرفوا يجاوبوا عليها. تعالى يا زعبولة، تعالى يا حنكش. نعم ماما. نعم حجة. ابوكم هيقول لكم على فزورة جاوبوا عليها. قول لهم يا راجل، ما هو الشيء الذي لا يذوب في الماء؟ ممكن اجاوب انا الاول يا بابا؟ انا عارف يا حنكش يا ابني انك عارف الاجابه، بس سيب زعبول اخوك الاول يجاوب. الجزره يا بابا، عشان هي ما بتغرقش وبتطوف على سطح الميه. ده ايه العبقريه دي يا هلا؟ انت لسه شفت عبقريه؟ لما تشوف المكحوت الكبير هيقول لك ايه. جاوب يا حنكش يا ابني وما تشمتش فينا الاعادي. السمك يا بابا، مهما حطيته في الميه عمره ما يدوب.